السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم واحد الأكلة صيفية، هي غراتان ديال صدر ديال الدجاج مع البطاطا والبصلة. كنتمنى تعجبكم، طريقة لذيذة وشهية وفي نفس الوقت يعني صحية. كنتمنى تعجبكم. وكما كتشوفوا مكونات بسيطة. أول حاجة هي عندي هنايا صدر ديال الدجاج، يعني محيدة ليه العظم وغسله وبالحامض. وعندي هنايا عرش ديال اليازير، وعندي هنايا أربع بصلة صغيرة، وعندي ضريس ديال التومة بقشرته، وعندي شوية ديال السلمية، وممكن ديروا وقت سيدنا موسى. وهنايا عندي بصلة وحدة مشلضة رقيقة يعني شرائح. وعندي هنايا بطاطا، شي ثلاثة ديال البطاطات متوسطين، انا قليتهم باش نستغل شوية الوقت ما نطولش عليكم. وعندي هنايا الاعشاب، هنا عندي شوية ديال الزعتر، وعندي يازير وسالمية مخلطين، وعندي شوية ديال الفلفل الأسود. أول حاجة غادي نديرو هي غادي نوضعو الزيت على النار، وغادي نوضعو صدر ديال الدجاج ديالنا، غادي نقليوه هو الأول عاد باش غادي نسلقوه باش تكون فيه يعني يعطينا نكهة لذيذة. غادي نقليو الصدر ديال الدجاج ديالنا حتى يتحمر شويه. الا درنا ليه هذه الطريقه يعني كيعطي نكهه اخرى، ماشي بحال سلقتي غير في الماء وصافي. غادي نخليوه يتقلى حتى يبدا يتحمر كيف ما كيبان لكم. انا درت شويه ديال الملحه باش يكون منسم ولذيذ. ومن بعد غادي نوضعوا شويه ديال البصله والضريس ديال الثومه بالقشره. ومن بعد غادي نوضعوا واحد جوج كيسان ديال الماء، وعندي عريش ديال اليازير، شويه ديال السلميه، انا زدت شويه ديال الملحه حيت ما درتش بزاف في الاول. ومن بعد انا هنايا عندي البصله غادي نقليها من بعد ما خليت الدجاج يطيب. هنايا غادي ندير البصله ديالي تقلى، يعني ما غاديش نخلي واحد تتحمر بزاف غير تولي يعني محمره شويه. كراميليزا شويه ونحيدوها. غادي نخليوها تحمر كيف ما كيبان لكم. هذا هو القياس اللي بغيت انايا، يعني ما تكونش بزاف محمره ونحيدوها.
دابا غادي ننتقلوا نصايبوا لاصوص بشاميل. غادي نديروا الزبده تذوب فوق النار، من بعد غادي نضيفوا عليها معلقه ونص ديال الدقيق، كل تقريبا السطر ديال الحليب فيه جوج معالق كبار عامرين ديال الدقيق. انا غادي ندير غير معلقه ونص، ما غاديش نكمل نص سطر كامل، ما بغيتش بزاف ديال البيشاميل. غادي نقلي الدقيق ديالي مع الزبده باش يعطينا نكهه لذيذه. من بعد انا البلول فاش سلقت الدجاج غادي نهزو هو باش غادي نبدا البيشاميل ديالي، ومن بعد غنكمل بالحليب. كيف ما كيبان لكم غادي نبدا نخوي شوي بشوي ونخلط، يعني باش ما يتكركبش لينا العجين ويكون صعب باش يتحل. غادي ندير هذاك المرق ديالي في الاول، كيعطي نكهه لذيذه للبيشاميل. ودابا غادي نبدا نزيد الحليب شوي بشوي ونبدا نخلط. نوصلوا للقوام اللي محتاجين ليه. كيف ما كيبان لكم ما تكركباتش العجينه، ما حتى شي حاجه، جات كريميه. غادي نكمل الحليب ديالي، من بعد دابا غادي نضيف التوابل ديالي. غادي نضيف شوي ديال الملح، وغادي نضيف شوي ديال الفلفل الأسود، وغادي نضيف واحد شوي ديال الجوزة، كيكة صغيرة ديال الجوزة يعني ماشي بزاف، وغادي نضيف شوي ديال قطع الجبن، واحد الكمية بسيطة. تقدروا ديروا تشيدر، تقدروا ديروا يعني النوع اللي عندكم. غادي نخلط مزيان البيشاميل ديالي حتى يذوب الفرماج. وهي البيشاميل ديالي واجده. دابا غادي ننطلقوا لطريقه التحضير. هذه البطاطا اللي مقليه، وعندي البصله اللي وجدت، وعندي هنا الدجاج مني تسلق انا قررته صغير كيف ما كيبان لكم، وهذه البيشاميل ديالي. وعندي شويه ديال الزعتر، دابا غادي نوريكم الطريقه باش غادي نجمع المكونات. غادي ندير الدجاج ديالي، هاد الكغاطان كتجي لذيذه، كنتمنى تعجبكم. واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى يشترك معايا ويدير جيميل عجبته الوصفه ويفعل الجرس باش يوصل كل جديد ديالي. هنايا غادي نوضعوا البصل، ومن بعد غادي نوضعوا البطاطا.
ممكن تكتفيو غير بالبصل والدجاج الا ما بغيتوش البطاطا، كتجي لذيذة. من بعد غادي نضيف شوي ديال البيشاميل وشوي ديال الفرماج وشوي ديال الزعتر، وغادي نجمع المكونات ديالي كيف ما كيبان لكم. غادي ندير كميه بسيطه ديال لاصوص بيشاميل باش نخلي شويه نديرو من الفوق، غادي نحاول نجمع المكونات مزيان حتى يندمجوا. هذا المول اللي غيدخل الفران، انا غادي نخوي فيه الخليط ديالي كيف ما كيبان لكم. كنتمنى تجربوها، كتجي لذيذه وهائله. ممكن نديروها للعشاء، ودابا غادي نخوي البيشاميل ديالي. وغنحاول نسرحها، من بعد غادي نضيف الفرماج. هذا الشكل النهائي ديالها من بعد ما دخلناها الفرن. كنتمنى تعجبكم وتجربوها، كتجي لذيذة وهائلة. وبسلامة في وصفة أخرى إن شاء الله.